السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم، إزيكم وحشتونا، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم أخوكم مصطفى من قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. موضوع فيديو النهاردة دردشة كده بسيطة في موضوع الحمام اللحم. هتابع الحمام مع بعض وندردش كده شوية دردشة. بسم الله ما شاء الله، وشكو حلو علينا اهو، لسه بيفقس الزغلول ده، لسه بيفقس حالا. شوف البيضة التانية، تعرفين ان في بيضة بتبقى سابقة التانية بيومين اهو، لكن الحمامة كويسة او القص كويس ما بيرقدش على البيضة الاولى، بيرقد بعد ما يبيض البيضة التانية، ده اللي احنا بنحبه. وفي برضو بيرقد على البيضة الاولى، فمش مشكلة يعني. الحكاية دي اتكلمنا عنها باستخدام البيضة البلاستيك، انك بتشيل البيضة الاولى وتحط بيضة بلاستيك، اللي عايز يعمل يعني يخلي البطين يفقسهم في وقت واحد. ربنا يبارك ان شاء الله. الكلام كتير عن الحمام اللحم، فجأة انا ما عرضتش حمام لحم للبيع، وفجأة لقيت الناس، حسيت ان البلد كلها عايزة حمام لحم، البلد كلها جماعة طالبة مني حمام لحم، وانا مش عارف احل المشكلة دي ازاي. انا هحاول معاكم دلوقتي نقترح اقتراحات كده مع بعض عشان نرضي كل الناس. اللي طالب مني اقسم بالله لازم بقول لك كده، احاول اجيب محادثات الواتساب اللي هي الناس اللي طالبه مني، وانت تشوف عشان الناس ما تفتكرش ان انا بعمل دعايه ولا حاجه، لكن انا عامل الفيديو ده وبقول يا رب اكفي الكميات القليله اللي الناس عايزاها، اللي عايز جوزين واللي عايز جوز واللي عايز، انا عايز ارضي الناس دي ان هي مش قادره تشتري كميات كبيره، لكن اللي عايز 100 جوز وعايز 50 جوز يا ريت يتصرف. واحاول احل معاه برضو الموضوع ده ان احنا نحله ازاي. نشوف قصة تاني برضو كده واحنا بنتكلم. النتاية هنا بتحضر لحصة، احتمال تبيض النهاردة ولا حاجة. معهم زغلول واحد، كانت بيضة اتكسرت، لكن بسم الله ما شاء الله الاحجام محترمة بإذن الله، ربنا يبارك. انت طالب مني حمام، انا ما عنديش حمام، فمش عايزك تستناني كتير. لو انت محتاج مثلا 10 قصوص، حاول تتصرف من كل واحد في قصين، ودي حاجة كويسة مش حاجة وحشة، ان انت ما تجيبش من مكان واحد واتكلمت عنه قبل كده عشان موضوع حرق الدم. موضوع حرق الدم اللي انت لو انت ما تعرفوش، اللي هو يظهر زفارة ريش في رجلين الحمام يعني، او يظهر لون بسيط خفيف في طرف الجناح بتاع الحمامة، ده اللي احنا بنقول عليه زفارة في الحمام. حلها ان انت تشتري من مكان مثلا جوزين على بعضهم، ومن مكان تاني جوزين، ومن مكان تالت جوزين، وهكذا، وتخلف كل ذكر من مكان. فلناخد مثلا ذكر بتاع مصطفى تجوزه للنتاية اللي انت شريها من محمد، وهكذا، مش هتلاقي عندك زفارة ريش، دي حاجة كويسة مش حاجة وحشة يعني. طيب احنا هنحاول نرضي الناس ازاي؟ الناس اللي طالبه كميات يا جماعه، انا يعني ايه، احاول اساعدهم برضو، مش من عندي انا، ما اقدرش اديهم الكميات اللي هم طالبينها دي، لكن احاول اشوف لهم على جروبات الحمام اللحم والاصدقاء اللي هم اللي انا اثق فيهم في الحمام اللحم من جنب بيته او من بلده اللي هو طالب الحمام ده، نحاول نقرب لكم المسافات. لان الكميات اللي عندي لو انا حتى اعطيتها للناس كلها، الكميات اللي عندي لو اعطيتها كلها للناس وفضيت الحمام خالص، ما عادش عندي حمام يعني، برضو مش هتكفي الناس والناس هتكون زعلانه مني. احنا فطمت انا الزغاليل دي امبارح او اول امبارح، شوف كده زغاليلهم، بسم الله ما شاء الله. محدش يفتكر اني بعمل دلوقتي دعايه، انا يعني الحمد لله يعتبر الحمام ده كله اتباع من قبل بالكلمه، لكن انا ما بحجزش لحد حمام يا جماعه، عشان ما حدش يزعل مني ويقول لي احجز لي وانا مكلمك من زمان، انا ما بحجزش لحد. اللي هنعمله ان شاء الله، لسه انا كل ده ما عرضتش حمام للبيع، لكن بالطريقه الناس اللي ما تعرفهاش، ان احنا بنصور الفيديو بالطريقه دي، يعني اقول لك القص ده مثلا، القص ده رقم واحد، فلنفرض ده رقم واحد معاه زغاليل او معاه بيض، البيع بيكون بدون البيض وبدون الزغاليل، لان احنا بنشحن البيض عشان ما حدش يقول لي انت عارضه بالزغاليل وبالبيض، لا، زي ما انت شفته انا بوريه لك بزغاليله او ببيضه عشان تعرف حالته، شغال من امتى هقول لك، لو اول شغل هقول لك، لو شغال من فتره هقول لك، بالنسبه لده وكذلك المره دي ان شاء الله، المره دي لكن لسه شويه، المره دي هنقول برضو السعر، السعر على حسب كل قص، ما قعدناش هنعمل زي اللي قبل كده كله بسعر واحد، لا، كل واحد على حسب مستواه، على حسب ما طلع زغاليله، وعلى حسب ما جربناه، واللي جربناه بسعر واللي لسه اول شغله هيكون بسعر، وهكذا. بيكون يا جماعه برضو لازم تكون الناس عارفه، اللي عشان محدش يستناني، بالنسبه اللي احنا في محافظه دمياط ما بيكونش في شحن لكل المحافظات،
لان احنا بنشحن في ميكروباص الركاب من الموقف. بالنسبه لدمياط ما فيش متوافر الا القاهره، اسكندريه، المنصوره، بورسعيد، الاسماعيليه، السويس، دول اللي هم موجود لهم شحن من دمياط او لهم مواصلات مباشره من دمياط. لكن حد هيقول لي انا مثلا من كفر الشيخ او انا من المحله او انا من المنوفيه، احاول ان انا اساعده يجيب منين او من بلد فين، لكن ما ينفعش ان انا اشحن له مثلا بتاع كفر الشيخ يقول لي اشحن لي المنصوره وبعد كده سواق يودهم المنصوره يديهم لسواق تاني. دي حكايه انا ما اضمنش السواق في دي، لان انا بروح الموقف اديهم للسواق اللي طالع على طول فما بكونش عارفه يعني. وطبعا لما بديهم لسواق انا مش عارفه بتكون انت محول الفلوس مقدما على فودافون كاش ان شاء الله. لما بقول لك لا ده الكلام ده سابق الاوان ولا احسن حد يفتكر ان انا عرضت للبيع، لسه كل ده ما عرضتش حاجه للبيع. فالناس اللي هي ارجوكم اللي انا قلت البلاد اللي انا قلت لها شحن بس هي اللي تحاول تكلمني، او اللي يستلم من البلاد دي او اللي يجي هيستلم من المنزل، لكن انا مش هقبل طلبات جديده. فاول الناس اللي طلبوا مني يا رب ان انا اقدر اكفيهم. باكد تاني ان البيع بيكون بدون زغليل وبدون بيض، لكن انا بصوره لك على حالته اللي هو عليها، بس دي الغرض من ان انا بصور لك الزغليل معاه او بصور لك البيض معاه. يا جماعه كلمه برضو اخيره، الحمام اللحم لو انت بتفكر تعمله كمشروع تكسب منه او تصرف على بيتك منه، زي ما بسمع من ناس كتير ان هو عايز يعمله مشروع ان هو يصرف عليه على البيت منه، عايز يعمل 50 جوز يساعد في مصاريف البيت او 100 جوز او 200 جوز، بقول له بلاش. انا يؤسفني ان انا يعني مش بحبطك ولا حاجه، بقول لك بلاش. لو انت عايز تربي لنفسك لبيتك تاكل منهم، تربي جوزين تاكل منهم، تاكل مره جوز تبيع جوز كده تجيب اكل مره، انما ما تعملوش مش هينفع كمشروع ان هو لوحده يصرف على نفسه. الحمام مش هيقدر يصرف على نفسه يا جماعه، لو صرف على نفسه تبقى انت شاطر جدا يعني. خد بالك ازاي ان انت تعرف تبيعه كمان وبسعر كويس اللي هو يجيب تكاليفه. الاكل غالي، الاكل غالي طبعا، بدك تاكل الحمام اللحم كلفه كويسه، فيتامينات كويسه، املاح معدنيه، فيتامينات، حاجات كتير هتتفاجئ بيها. طبعا مش الحسبه اللي انت بتحسبها ان انت هتقول ده هيبيض يطلع جوز، ممكن ما يطلعش الجوز، تلاقي بيضك كسرت، البطانية اتكسرهم، هتقابلك مشاكل يعني انت متفاجئ بيها، لكن ممكن ربنا يكرمك منه ويمشي معاك، وربنا الموضوع ده ارزاق. فانت ما تعملش حسابك ان هو مشروع تعيش بيتك منه، حاول تجرب في 10 اصوص اللي هو ناوي. انا مش بكلمك كده، انا مش هديك 10 اصوص، انا لسه بقول لك لو عايز مني 10 اصوص خد مني جوزين ومن فلان جوزين ومن فلان جوزين، مش هخرج كميات كبيره زي دي. لكن انا بقول لك علشان ما تعملوش مشروع تعتمد عليه اساسي، انك تصرف على بيتك منه، انك تربح منه، مش ايام الكلام ده، بسبب ان يا جماعه انا عايز اقول لك الجوز الشغال كان احنا شاريينه في بدايه مربينا الحمام اللحم، والناس اللي هي بدايه مربه اللحم كانت عارفه الكلام ده، كانوا مشاريين الجوز شغال ب 600 جنيه وب 500 جنيه. جوز الزغليل كان بكام؟ شوف جوز الزغليل كان بكام مش فاكر بالظبط، لكن كان الحمام غالي، في حين ان كيلو الكلفه كان ب 3 4 5 جنيه، ما كانش غالي، كان لسه الاكل لما جه بقى ب 5 جنيه احنا قلنا يا ده بقى كتير قوي، يمكن كان ب 2 جنيه كمان. ماشي؟ فكان وقتها اقول لك تكسب، لكن دلوقتي لما تجيب كيلو حتى متوسط بعد ما الاسعار نزلت متوسط ب 20 جنيه، عايز تجيب اعلى هتجيب ب 23، عايز تكلف اكتر ممكن تكلفه 25. فاذا الموضوع مش مربح، مع ادويه، مع مكان، مع نظافه، مع شغلك، مع عطلتك، الموضوع مش هيكون، مش هتتبسط منه. فعشان ما تبداش بكميه كبيره وبعد فتره قليله تلاقي المصاريف كتير عليك وهتلاقي غير كده، يعني هتلاقي غير اللي انت كان في دماغك خالص، فتبدا تعرضه للبيع بخساره. فانا مش عايزك تعمل الموضوع ده. ده اللي انا قلته للناس اللي هي كانت طالبه ال 100 جوز وال 50 جوز، واقول له اكتفي بكميه على قدك، ان انت على قد بيتك، ولو الحكايه عجبتك ولقيت الموضوع زود من الانتاج اللي عندك، سيب زغليل وزود من الانتاج اللي عندك، حاول ان انت
ما تكترش في الموضوع، تبدأ كده عشان ما تزهقش منه وتلاقي المصاريف كتير عليك والموضوع مش هيجيب همه معاك. أرجو إن محدش يزعل مني، إن أنا لو بات الحمام اللي عندي كله وفضيت الحمام مش هيكفي الناس اللي هي طالبة مني الحمام. يا جماعة أنا آسف، أنا عايز أرضي كل الناس. إن شاء الله إحنا ما حجزناش لحد ولا خدنا جنيه من حد ولا وعدنا حد إن إحنا هنديله، إلا بنقول له لما نعرض الحمام إحنا هنقول لك اختار الحمام بنفسك من السلكة، يعني هنعرض 1 2 3، لأن أنت عارف طبعا في ناس كتير بتبقى طالبة حمام وبعد كده يكون هو اشترى أو اتصرف، هو طلب مني الحمام وبعد كده يقول لك ايه خلاص انا اشتريت. فطبعا انا ما بقولش لحد تاني، انا بقول اللي بيطلب مني بقول له خليك متابعني لما اعرض الحمام، انت تكلمني تاني تقول لي انا عايز كذا، ساعتها هنعطي الناس اللي هي تطلب بس. لكن اللي كلمنا قبل كده وما كلمناش تاني، احنا بعد ما ننشر الفيديو بنعمله على الحاله في الواتساب الناس اللي هي مكلمانا عشان تشوف ان احنا عرضنا الفيديو، عشان كل اللي طلب وكلمنا على الواتس. طبعا الناس كل اللي بيطلب رقم موبايل بنعطيه له، فبيكلمنا واتس بس يا جماعه، ما مش مكالمه تليفونيه، واتس، عشان ان هي الواتس مسته ان انا برجع للواتس فبفتكر انت بتكلمني واتس برضو، ابعت لك الفيديو واتس هتشوفه، فعشان ما حدش يقول ان انا ما لحقتش اشوف الفيديو ولا حاجه بننشره على الحاله في الواتس ان شاء الله. فاللي اشترى اشترى، الله يسهل له ويبارك له وهيكون شال من على رقبتي حمل كبير، واللي ما اشتراش نحاول نرضي كل الناس باذن الله. لكن مفيش حجز، مفيش شحن الا للاماكن المتاحه فقط يا جماعه. ارجو ما اكونش طولت عليكم، لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناه، لو لسه ما اشتركتش فعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.